أحسن شي. خلينا نتصل بأم المشاكل لحتى نطمن عنها. شو عم تعمل هلأ؟ دمدومتي؟ شو عم تعمل ملكة جمال مينيسا؟ شو بدي أعمل يعني؟ باكل وبصفن، ما في شي جديد. أنت شو عم تساوي؟ أنا منيح وكله تمام. كيفك؟ رأيتي شوي؟ طمنيني. ما بعرف، هلأ أفكاري مشتتة، يعني مو هذا الروقان، لسه ما وصلت له بعتقد. وعلى فكرة أنا رح أبقى هون. كيف يعني؟ رح تضلي هنيك وعلى طول؟ لا تعملي هيك، شو هالولداني هاي ديما؟ شو بعرفني، مرتاحة كتير هون، المكان صغير وحلو كمان بسيط. ما في حدا عم يعمل مؤامرات من وراي، ما بيخططوا ولا بيكذبوا، ما في مشاكل ووجع راس. شي أكيد هالشغلات ما رح تلاقيها هنيك. بجوز اتحسنوا انا هون، يعني لو ما كنت منيحة بس رواق. وبصير الخالة المجنونة تبع الضيعة، في الصبح وبشوف تحت الجاجات اذا كان في بيض، او بتخانق مع الجيران اللي اشترقوا الفواكه من جنينتي. وبتطقي الطابة تبع الولاد بالسكين؟ لا مستحيل، مو لهالدرجة، حرام عليك، بلكي طلع واحد منهم لاعب بالفريق. ايه لانه بيفهم. سمع، انا رايحة هلا اقطف فواكه. آه شوف البسط، ونحن مفكرين حالنا عايشين حياتنا. يلا انتبهي على حالك، أنا دايما معك. إيه؟ لا تاكل همي. ما عم صدق، يعني خلاص حددنا يوم العرس غسان؟ عن جد عملناها ياسمين، رح نتجوز نحن. إيه رح نتجوز؟ يعني رح صير جوزك وانتي رح تصيري مرتي. ايه مرتك. يا حبيبة قلبي انتي. اوقف بس دقيقة، خلاص هو مزبوط نحن بنص الطريق بلا ما نزودها، ما هيك؟ في محل لازم نروح عليه بالاول. لوين؟ ايه مزبوط حكيك صح. ايه خلينا نروح معناتها My beautiful wife. منروح My handsome husband. لوليتي يا روحي، مالنا غيرك نحن. ما أهوم منكن كتير. أي أنا زعلان منكن ومصدوم. إيه طيب، هاي اجينا لعندك، بدنا نراضيك والأكلة اللي بتحبها جبنا لك ياها. اي ما دخل، مو مشتهي شي. بعد ما كسرتوني اول مره خلص خسرتوا ثقتي، جرحتوني، الله يسامحكم. طيب لؤي لا تكبر عليكنا، هون عندك سوا فهمنا، نحن اثنين لنراضيك ونطيب خاطرك، ما في داعي للتناحى وكبر الراس. يلا تعاطينا بوس من هالخدوط. لا فاكرين الشغله بهالسهوله، ما رح تنفدوا منا بالساهل. انتو موتوني وكسرتوا لي خاطري. يعني انت كمان يا لؤي قلت شغلات كذب وكلها كانت غلط، بسبب حكيك كنا رح نترك نهائي. اي يلي عملته كان جزء من خطتي، كل غايتي اني صالحكن انت وياه، كله من قلبي الطيب. اخ بس انتو ذبحتوا الملاك الطاهر، عيطتوا علي وبهدلتوني لاني عم ساعدكم، مو حرام هيك؟ انتو عديمين الرحمه يا ظالمين. فهمنا خلص لؤي، الله يوفقك. فهمنا لؤي، زودت كتير، زادت على حد القصه. شو عملنا لك نحنا؟ شو عملنا؟ قلي قلي لي شو بتحب المقاسي لشو الدراما اللي بتعيشها، خليك انسان متوازن شوي. لا تعيط علي، ما بيصير تعيط. اي انا ما عاد فيني، كثير مقهور منكن، عذر اقبح من ذنب. ولا انت غليظ ولا ايم كثير غسان. ولك يا شباب وانت غسان. هلا هو متوتر من القصه، خلينا نحن نسايره شوي. انا ما بدي ساير. ايه لكن لا تسايروني، يا خساره طلعتوا ناس بدهم مصلحتهم وبس. يا كلاب وين كنتوا بلحظاتي القاسيه؟ تركتوني لحالي. مكشوفين انت وياه، انا عم دور على رفقات عندهم وفا، بدي رفقات اوفياء. دخيلك يا ربي. بس يا لؤي انت عم بتكبرها، يعني قبل ما نحدد يوم العرس بدل ما نحتفل اجينا لعندك حتى نخبرك، شو بدك نعمل اكثر من هيك؟ وبرايي هي شغله كبيره كمان. شو جايبه معك؟ جايبه حلو معك لهون وعالناشف كمان مسترخصين، ولك انا بدي اعلمكم هالشغلات. ايه خلصنا عن جد، دخنتك كثير، ها كل ما سايرناك بيكبر راسك زياده. وبعدين ايه طبعا، وانت كمان عيطي، دعستوا علي مثل كاني قشره موزه. شو بدي اعمل هلا؟ ما عندي رفقات اوفياء، ما عم صدق. اي طلعت الوحده هي الصديق الحقيقي. الك خلصنا لؤي، شو هالولدنه وهالافلام الهندي، كبار بقى عم تتدلل زياده كانك. والله استحيت انا العروس اتدلل هالقد، خلصنا بقى خلاص. حبيبتي لا تعصبي، اهدي
بس يا غسان مانك شايفة والله كتير هيك، شو هالغلاظة هي؟ ايه شو نعمل؟ هلا لؤي ما عاد له لازمة؟ انت وغسان وقت تخانقتوا كنت حبيبك وروحك، هلا صرت ولا شي ما هيك؟ فو يا خسارة ويا عيب الشوم. ان شاء الله بتعزي غسان. لا انت واحد اللي نادى حبيبتي. وقفي وقفي اصحك بعدي عني، انا رح اجيب لك الشرطه. هدول اقتحموا المكان علي وتهجموا علي. اي قبضوا عليهم وخدوهم. الحاني يا حضره الضابط. غسان غسان قوم قبل ما ارتكب جريمه. يلا ما عاد اتحمل بكفي. طيب يلا روح. ماشي لؤي، يعني ما بتكلفك غير تقول انا مسامحكم. كل هالقد صعبه تعملها الا بدك تكبره لراسك. بحياتي ما رح سامحكم. سمعتوا؟ ما رح سامحكم لحتى موت. انقلعوا روحوا من بيتي، انقلعوا اوام. ان شاء الله عمرك ما تسامحنا، فهمتوا؟ لا انت شو فكر حالك، مشان هيك تبقى وحيد كرمال هالشغله. انت حتطلع على طول لحالك على طول. ايه غسان خدا واطلعوا لبرا خدا. خلاص عم تفجر بوشي وكان بدها تضربني. ايوه عم تتمسخر اني وحيد. شو الحكي؟ ليش شو بتسمحي لحالك؟ بموتك انا. خلصنا. واحد مثلك بده يموتني ولا بدوين. خلصنا اهدوا بقى. يلا لؤي نحن صار لازم نروح. روحوا يا شباب، نلعوا روحوا من بيتي، نلعوا. عيب امشي. عيب هيك والله يا خسارة. يلا يقطع عمرك. اي ايه العمى بعيونه شو بخيلين. لدوق شو جابوا احسن شي. اي بلكي كانوا طيبين شكلهم هيك. كتير طيبة، حلو كتير، ما طلع جيتن على الفاضي. سمعوه؟ ها اهلا وسهلا، بعد شوي بيجي المعلم. ممكن اقعد واستنى؟ في ازعاج ابني؟ ولو ابدا، تفضل عود. هداك اليوم حكيتك بأساوي ما هيك؟ يعني ما فيك تعتبرها هيك. بتكبر طيب؟ تكبر أزبط. انتو الشباب شغلتكم، اديروا بالكن علينا، نحنا ناس تعبنا وكبرنا، وقتنا مرق خلاص رايحين، ما حدا بيرجع لورا، ولهيك بتلاقونا عصبيين. جربوا تفكروا فينا صح؟ بجوز ايه؟ انت واحد قلبه مفتوح وما بدي زعلك وأكسر بخاطرك، وإذا كنت زعلتك خد هالختيار على قد عقله وتفهمه وراعي شوي. لا ما في مشكلة ولا يهمك ولو. شاي؟ جيب لك كاس شاي؟ بشرب. وينه صبري لهلا؟ راح على السوق هلا بيجي. أهلين خلدون. أهلين وسهلين. أهلين يا وفي يا طيب، كل عمري مديون إلك ورح ضل على طول مديون. شكراً لأنك جنبي صبري، شكراً كتير. ولو يا خلدون ولو. جاية جاية حبيبي. اهلا وسهلا. شو اشتقت لك يا قلبي انا. نيهال حبيبتي طولي بالك علي، كل يوم واحد اللي سافرته. شو بكي لك؟ ما بيبين فيك نزار، يعني صحت لنا فرصه نكون رومانسيين شوي. على كل هال احكي لي نيهال، مبسوط انا مروق ومبسوط كتير. ها جيت يا حبيبي. ايه ستي جيت يا عيوني. قلي ديما كيفة؟ مقهورة لسه مو كتير؟ مشغول بالي عليها، عم فكر روح لعندها. شو رأيها؟ طولي بالك لا تروحي ستي، رواق هي ورح تكون احسن ما تقلقي. ان شاء الله. بس ما فهمت شو، على شو مبسوط هالقد؟ ماني عم افهم عليك. اليوم وانا جاي على الطريق عمر حاكاني وسألني ديما وين، دغري قلت له وطلب عنوان البيت هنيك. شو هالحكي؟ يعني بدي اروح لعنده مو؟ ايه اكيد، بلكي رح يصالحها ويجوا. ما كان طلب العنوان لو مناوي صالحها، خلص الشغله. دخيل اسمك يا ربي ما نسيتهم، الله تقبل دعواتي.
الله يسعدك ويفرح قلب ديما اللي ما في مثله، وشوف ولادكم وولادهم وتعبوا علي البيت والدنيا كلها. لو ما كنت حامل كنت رقصت على الخبر هاد. طولي بالك هدي. انت لا ترقصي انا برقص. لا خالتو استني، ما في داعي، هلا اذا بلشتي ما بنخلص، بعرسن وبنرقص انا وياكي. اه حاضر نهال. اوه واخيرا نزار. يلا يلا بعدين بتنبسطوا بعدي، انا خليني روح غسل ايدي ووشي. غسل اوام وتحكي لنا هلا. المهم ستي، شو طابخين المساء؟ لا تقلي لي مجدرة. شوف فجعان وعم يتكبر على الاكل. يا ستي ليش لحتى اكون كذاب؟ امبارح شو اكلت لك محاشي من تحت ايدين نظميه؟ اوف لكولي على قلبي ما اطيبن. نزار انت شو عملت هلا؟ معلش نهال تركي، يعني المحاشي تبعها اطيب؟ ستي كيف؟ ستي شو؟ شو هاد؟ عصفور مو؟ اسمعوا لا متأكد جاوبني، شلون عملت المحاشي؟ قلي لشوف شو كانت حاطة معه نظمية؟ عم احكي معك ولا؟ يعطيك العافية. أهلين نظمية خانم، ما هيك؟ إيه ما شاء الله عليك، بس مين أنت؟ أنا عمر، عمر إبليكجي، أنا خطيبة لديمة. ها هذا أنت، معناتها أهلين وسهلين عمر، أنا خالتها لديمة نظمية، شرفت والله. شرفت فيك يا خانم. ديمة بالبيت؟ راحت تلم فواكي، بعد شوي بتجي، فوت استناها هون نقعد ونتسلى. طيب احكي لي انت شو بتشتغل يا ابني؟ انا كندرجي يا خانم. بتصلحن ولا بتصنع؟ الحقيقة التانية. ها فهمت، الله يرزقك يا ابني بالتوفيق. شكرا خالة تسلمي. انتو من وين؟ نحن من دينيزلي، يعني بيت جدي أصلاً من هنيك. شو أنتو مثل أهلنا، وأنا عم بقول هالولد ليش قلبي لهفله، معناته لأنك من هنيك. إيه لكان الشغل منيح، إجا الصيف هلأ. إيه منيح كله رواق. الله يحمل معك يا رب. ما شاء الله، رح أعمل لك فنجان قهوة بتشرب، ما هيك؟ بصراحة بدي شوف ديما، بدي روح، ممكن قوم؟ أكيد ممكن، بس هنيك دونمات شجر وفواكي، شلون بدك تلاقيها؟ منعرف بعد ما قوم. ايه طيب مثل ما بدك، لازم تروح من هديك الجهة. ماشي.
عمر اجيت؟ يا جيت. برأيك الهوى ممكن يهب علينا؟ هبوا خلاص. ممكن أخذك وروح لنبلش حياة جديدة. خلينا نحاول نجرب من أول وجديد. وين ما بده الهوى ياخذنا ياخذنا ويروح بدون ما نخاف. شوفي ستي منيحة أنت؟ ولا شي نزار، منيحة أنا منيحة ولا شي، بس حسيتك إنه قلبي بلش ينبض بسرعة. يمكن يكون صار شي منيح، قلبي بعرفه. إن شاء الله خير. إن شاء الله رواق يعني. هيك حسيت. شو صاير؟ مو صاير شي، وحدة ضحكت. شو فيها؟ مرحبا خالتي، بدي أعرفك على عمر خطيبي. تعرفنا على بعض. ايه تعرفنا لكان، برافو عليك إنه لقيتها. معلوم، وين ما كانت أنا بلاقيها. يلا بتكونوا جوعانين، عملت لكم لحمة بالصينية بتشهي، رح تاكلوا أصابيعكم وراها. ايه أكيد طيبة. عمر أنت محظوظ كتير، بدك تاكل أكلة معتبرة. يسلم هالإيدين. كيف؟ عجبوك مثل ما قلت لك ما هيك؟ بيشهوا كتير. يسلم إيديك يا خالة. صحتين على قلبك يا ابن. حكولي عنكن شوي لشوف. يلا قالولي إنه ديما كانت تشتغل عندك ما هيك؟ كنا عم نشتغل سوا مو عندي. أنا كنت مساعدته. يعني كنتوا عم بتداوموا سوا لكان؟ ايه أكيد. معناتها مشان هيك تعلقتوا ببعضكن. بصراحة وقت عرفت إنكن خطبتوا قلت مين هذا الشاب يا ترى؟ أنت لا تشوفها هيك حبابة وقاعدة ساكتة وآدمية، ما بيعجبها حدا وما بتقبل بحدا. جننتنا. وقت كانت بالمدرسة كان معها ولد اسمه محمد ابنه للخياط. هالولد كان يحبها كتير يا علي، بس هي ما كانت تعطيه. شبكي خالتي، شو مناسبة هالحديث؟ ما في داعي نحكي بهالمواضيع مو وقتها. حلو الحديث، احكي كملي أنا بسمعه. ايه كنتوا صغار وقتها، بس هالولد ما خلى شي ما عمله كرماله، حتى نام عند بابا وكتب اسمه بالورد على الباب، بس هي ما عبرته وما عطته وش قلعته فوقه. الشاب شو كان اسمه؟ سليم بعتقد، هيك بتذكر. ايه ما بحبه بنوب لهالشاب. هلأ هو باسطنبول نعنوع ومتشتش. ها انتي بتفهمي بجنس الناس منيح خالي نظمية، وانا مثلك. ايه خلصنا خالتي، كأنه ما في موضوع تاني تحكوا فيه مع بعض. ايه وبعد ما صرتي مساعدته؟ وبعدين نحنا اكتشفنا مواهبها لديمة وصارت بفريق التصميم. ما فهمت عليك. خالتي انا بصمم وبرسم. انتي بترسميهم، ومثل ما بترسميهم بيعملوا هالكنادر ما هيك؟ بتعرفي اجيتي بوقتك،
أنا رجلي عم يوجعوني من هالكنادر، اعملي لي شي كندرة ما توجع رجلي مشان لف ودور بهالبستان مرتاحة دخيلك. هاي عندي، رح أعمل لك شي يكون مريح وطري، ببعت لك يا بيوصلك لهون. يي الله يحميك ويرزقك يا عمر إلهي، وبرافو عليها ديما، عريسك طبعه حلو كريم وكمان شكله حلو حتى، ما شاء الله لقيتي رجال وابن أصول. يي الخبز خلاص رح قوم قطعه وجيب لكان. كيف عجبتك الضيعة؟ أنت فيها ديما، طفولتك وماضيكي طبعا حبيتها. وأنا وقت رجعت بعد فترة طويلة لهون حسيت أني لساتني بالضيعة ما رحت، استغربت ما توقعت هيك. لأنه هذا اسمه بيتك، يعني شو ما كان يكون، وهذا اللي أنا بحسه لما بكون أنا وأنتي سوا. بدي أقول لك شغلة، بعد ما ناكل بدنا نرجع ما هيك قبل ما تعتم الدنيا. اجيت لهون لترجعني معك؟ بدي نروح من هون على بيتنا لحتى نتجوز. ما رح صدق صعب. لا دخيلك صدقي ديما. يسلموا ايديكي. يا اهلين. صحيح خالتي، كنا عم نقول نقوم قبل ما يتأخر الوقت ونروح. كيف اليوم تروحوا؟ احسن قبل ما تعتم. لا مستحيل هالشي، يعني الشاب حمل حاله واجا لهون كل هالطريق، ما رح خليه يروح بنفس الليلة، مستحيل لا تواخذوني الليلة عنا. شكرا، لازم روح عندي شغل مهم. اي عذر ماله مقبول. امتى شفتوا نظمية استقبلت ضيوف بدون ما تنيمهم عنده ولو ليلة؟ بكرة بتروحوا، الليلة نومتكن هون خلص. بس نحنا لازم نمشي لأنه بعد كم يوم عرسي وفي تجهيزات وعنا مليون شغلة وشغلة، وبدنا نتلبك كتير لهيك نروح أحسن. ايه تلبك وشو دخلني؟ يي شبكي خالتي، منجي لعندك منرجع بوقت تاني اكيد. ديما حبيبتي الصبح منروح ماشي؟ شفتي واخيرا لقيت واحد بيفهمني، انت معدل وبتفهم. ايه ماشي طيب، منبقى اذا هيك. منبقى معناتها هدول هن النجوم يلي كنتي انتي ونزار تتفرجي عليهم عند الشط. متذكر اللي قلته؟ متذكره كله، وصرت أفهم. الحق معك، عن جد البشر مميزين، وهالكون الواسع بيحبنا كلنا بشكل متساوي، وما حدا حياته أهم من حياة حدا تاني أبدا. لما منلاقي حدا نحبه ويعكس النور اللي جوات قلبنا، ولما نكون غرقانين بالحب منصير فوق ونصير نجوم ومنلمع ومنضوي كل اللي حوالينا. ضميري عم يعذبني كتير عمر، قوم أنا بنام على الأرض هلأ، هون ما في غرفة تانية لهيك نمت على الأرض. هاتي إيديك. عم يخطر عبالي ما في طريق إلنا كان سهل، دايما في حواجز، دايما في شي مزعج. التقينا بعد اللي عشناه يا ديما، ولهيك أنا أجيت لهون، هذا اللي خلانا نعرف بعض، ولهيك حبينا بعض حتى مع عيوبنا. ما عم صدق بتعرف جايتك لهون، عن جد ما بقدر حتى أحلم فيها، ما توقعت نوب. حتى لو سامحتني غريب. شو بيمنعني الغرور؟ على الأغلب بس هالحكي كذب. أنا أحاسيسي ومشاعري مثل ما هني، كلمة واحدة بتطلع منك، بس كلمة واحدة بتسكتني على طول. بس إذا أحساسك تغير بجوز تموتني على فكرة. أنت سحرتني بشكلك وبروحك، أنا بحبك موت، ومن بعد هاليوم هاد مستحيل بعد عنك شو ما كان يكون.
صحيح انت شفتي فيلم حب وكبرياء؟ شفته كذا مرة. حتى افهمك حبيت حب كل شي بتحبه، يلي بتشوفه ويلي بتقراه. حبيت شوفهم بعيونك انت وحبيتهم. المهم انه انا بالمكان الصح، بعمري ما ارتحت هالقد، ويمكن هالليلة هي أسعد ليلة بعمري كله. ريكوردا استانوت بالكنينيتسيو دي توتو، دائما تذكر هذه الليلة التي هي بداية الأبدية. أنا بحب هذا الحب. ديما قومي بقى يلا. ليش على طول انا اللي بفيقة؟ يلا يا ديما. خلصنا اتركوني بدي نام. بتعرفي قديش الساعة؟ يلا قومي. قد ما كانت تكون ما عندي شغل اتركوني. اختي انت فيكي شي؟ رح تروحوا على الحمام اليوم. مبارح اتحممت شو كل يوم. يا ديما ما عم بتقوم، ما هيك؟ عم بتقول انه متحممة. ايه دخيل الدلال، شو نسيتي حمام السوق اليوم؟ يلا قومي. يلا أمي خلينا نورجيهم شكلك وقامتك ما أحلاهم. يلا يا ديما. خدي نورا بس قولي هتلاقي نجمو على يلا قولي يلا يلا أمي يلا تلعب يلا أمي برسي يلا أمي كتبورا نغشناه يلا أمي يلا أمي يلا يلا خلينا نحطهم هون. قولي على قامت وصار ثقيل لأني معبيته يا رب. قولي شو تقال. خلينا نمشي. ستي شو إلى طعمي روحتنا على الحمام؟ شو إلى معنى هالعادات المعتة والسخيفة؟ والله مو على كيفك، كلنا رحنا هالروحة وأنت بدك تروحي. شبكن والله مستحي. إيه ومن شو بدك تستحي؟ من بياضك وطولك، خليهم يشوفوكي ما شاء الله عليكي. بقى لا تطولي وتقصري، رح تروحي ديما خانهم. بدك تروحي على الحمام مجبورة لأنه هيك عادات. الأوامر من فوق. أنا مدري شبني، حاسة حالي مرضانة، مدري شلون حاسة جسمي. لا تتزاكي ديما. ما عم بتزاكى، بس من الصبح ما بيشتغل عقلي، ما طلع معي يقول غير هيك. يلا استعجلي أوام، هلأ أهل العريس بيبلشوا يحكوا علينا. يلا ستي دقيقة بدي أسألكم سؤال. اليوم هديك جاية معكم، شو كان اسمها؟ ناريمان خانم، شو اسم بنتها؟ نزار. بدفنك بأرضك. شو حكينا؟ عم بسأل لأنه بدي أطمن عليكم رايحين على الحمام. عادي بدك تطمن، قلت لي شايف على رأسي ريشة لحتى صدقك. اسمع لقلك والله بطلع بروحك نزار. خالتو لا تردي عليك شي كلمة، أنا حامل، سمعتي شو عم يقول؟ آخ نزار مو حلوة منك يا ابني. خلاص مو حلوة طبعا لأن أمر ستي. ولا تعيب عليك، خلص روقي شايف نسوان. نزار مو وقتك هلأ، وعيب هالحركات. شو بكون بحطو يعني؟ مبين عم بمزح لحر قصة. حتى لو مزح مو مقبولة منك، شكر ربك إنه مستعجلين وطالعة. يلا حبيبتي أنت. خلصنا يلا ديما. اسمعي بدي أحكي معك شغلة مهمة. أيوة كأنه ارتعبنا. سارة يلا بنتي انتي طلعي لبرا واستنينا، ما منطول. أوف ستي كل ما بدكم تحكوا بتقلعوني.
اطلعي قوام. لا تعملوني جلبة وبس انتو يلي بتفهموا. اف ليكي ديما، بنتي انتي بدك تتجوزي هلأ، عم قول لحالي نتصل بأمك تجي على عرسك. اكيد لا. بس يا بنتي ستي قلتلك ما بدي، خلص سكري السيرة. ناقصني انا. راحت. نزار انت تدخل. انا ستي اسمعي، وقت انا تجوزت سألتيني وجاوبتك لا، ليش عم تفتح القصة مرة تانية؟ ليش يعني؟ هالمرة ما لها وجود والموضوع انتهى ونحن ما عنا ام. يا نزار شبكن، هي امكن بتضل يا ابني. ديما هلأ عم تكبر راس، بس هي اكيد بدها تكون امها حواليها، وإلا ما يجي هاليوم وتصالحها. ما رح يجي بكل هالسنين يلي مرقوا، ورجيني يوم واحد واحتجناها فيه. هي فكرت فينا وقت الإدارة ظهرها وراحت. على شو بقى؟ خلص القصة. نزار حرام، بعرف إنها كسرت بخاطركن وقهرتكن، بس ستي حافظوا لهالدرس. ايه واليوم ما بدنا ينتزع مرقنا. اصلا انتزع، الله يوفقك انسي هذا الموضوع. خالصين نهاية. ايه لا الله يوفقك، ما دخلني، انا مقتنعة بكلامهم والحق معهم. لا تام طيب ماشي، ماني رضيعني عن تناحتهم، بس مو طالع بايدي شي. ما عبني الرجال ما يتجوز وقت منقول كبير، ونفس الحكي بينطبع على البنت. أنا ونريمان وقت تجوزنا كانت صبية بتجنن بأول عمرها، وأنا أكيد كانوا طايرين على هاتفية. بس لما تجوزنا زاد الوعي، أو فينا نقول تغير شي جواتنا. بس عمي نحن واعيين أكتر من هيك، المفروض نكبر. مو هي الفكرة، ما تقول هيك، الحياة طويلة، لسه بتشوف كتير وبتتغير أكتر، حتى أنت رح تحس حالك أنك تغيرت. بجوز والله، وقت بتطلع لورا بشوف بسنة واحدة قديش تغيرنا، وين كنا ولوين وصلنا، مو معقول. أعمل لك، هي الحياة. ديما شو بتكون عم تساوي؟ النسوان راحوا على حمام السوق. ايه صحيح، وياسمين راحت معهم كمان. شوف لوين وصلنا على حمام العرس. مستغرب مثلك، شو عم تمرق الأيام بسرعة ما هيك؟ مزبوط سريعة كتير. خلينا بالمهم، سؤال. قول لشوف شو بدك. الزرار بتتذكرهم؟ اللي مرة ورجيتني اياهم تبع عائلة أبليكجي، لمين رح يكونوا يا ترى؟ جاوبني. رح يكونوا لأول واحد بيتجوز، وأنا بإيدي رح حطهم على الطقم. ما بلحق لا إلك. أنا رحمة تعبت بدي روح، أنا حامل وما بجوز أتحمل كل هالحرارة أصلا. نهار خديني معك، بدي أطلع لبرا. معلش نطلع لبرا شوي ستي. خلصنا شبك ديما، أنت العروس وين بدك تروحي؟ لازم تضلي مع الجماعة. الله يوفقك، والله تعبت ماني قدراني. نشتري شي نشربه، أصلا لسه بدنا نروح أقياس فستان العرس. يلا يلا. استني ديما، هو أنا كمان بدي أطلع. يلا ماشي ماشي. يلا تعو هذا خيركم. شو بدي قلك لقلك يا خانم،
نحن ربيناها على الغالي. ما بتصدقي شو كانت مدللة، ما هتاكل غير البيض التازة وأحسن أنواع السمك بالبلد كله. شكرا إليك. حتى لما كانت صغيرة دخيل قلبها كنت جيب لها أحسن الخضرة للشوربات، وما كنت جيب الفواكه غير بموسمة، وعبوتها تأكلهم كلهم نيين ما شاء الله، ما مرضت ولا مرة. ستي اللي بيسمعك بيقول عم تحكي عن كلب مربيتي مو عن بني آدم. يا روحي، وأنا ربيتها لرولا ودرس بالي عليها كأنها ألماسة، لدرجة ما كانت تغيب عن عيني ولا لحظة. شخصياً أنا ربيتها لبنتي لوحدي مثل الأميرات. إيه شو هالحكي ناريمان خانم، ما عندك خدامة تساعدك يعني؟ أكيد يا قلبي، طبعاً كان في عنا خدامة، كل عمر عنا خدامات هيك متعودين، بس الترباية مو شغلتهم، هن بس بينظفوا البيت وبيرتبوا، بس إحنا ما مخليهم يربوا أولادنا لأنه ما بيصير. أنا ما بخلي حدا يربيها لبنتي، بقيت سنتين كاملين وأنا مرضعة لرولا ولا ليلة تركتها، دايما بتلاقيني جنبها لما تفيق من النوم بكون أنا فوق رأسها. أي طبعا يا حبيبتي، يعني ولا حدا بيعرفك هون ليشهد عليك أو معك. لهيك خدي راحتك وألف قصص، شي كان وشي ما كان مو مشكلة. بس دقيقة، ما فهمت عليك، برأيك كل اللي عم قوله كذب يعني؟ شو هالحكي يا قلبي، مستحيل انت تكذبي، اكيد حكيك صح، مدام انت عم تقولي هالحكي اكيد بيكون صح، يعني مجبورين نصدقه. اوف شو له لزوم هالحكي، لشو هالحديث هلا؟ ليش نحن مو مجبورين نصدقك انت كمان؟ اذا كل هالقد كنت دايره بالك عليها، لشو هيك منظر هالبنت المسكينه؟ ليش بو منظر هالبنت المسكينه؟ احكي. معقول البنت مثل عصايه طقي مع سمسة كتير، كانه بعمرها ما شبعت الاكل. لا. اذا بتنفخي عليها بتصير. لما الواحد بيشوفها اكيد ما بيقول الصحه مشرشره من كل مطرح فيها كتر ما طعمتوها. نحن بالعيله كلياتنا اجسامنا حلوه، كلنا جمالنا على الاصول ونحيفات، ولا بدك ياها تكون الشحم والدهن موزعين بكل مطرح؟ بنتنا نعومة حلوة ونحيفة. قصدي مين اللي شحم ودهن؟ عم تحكي عني؟ اي مو معقول، مالك شايفة حالك كيف صايرة؟ عم بتهني، جنيتي انت. انا ما بخلي حدا يجيب سيرة بنتي بكلمة ناريمان خانم، حطي هالحكي حلقة بإذنك مشان الأيام اللي جاية. والله بيقول أميرة موناكو اللي بيسمع هالحكي. طبعا بيقولوا الأرض بعين أمه غزال، وطبيعي تشوفيها هيك، وهي اللي بيشوفها بيقولي حرام شو سنجوحة، احمدوا ربكن إنه عمرتي قبلان فيها. لا أيو، أنتوا اللي لازم تبوسوا إيديكم وشو أفا نعملنا نعطيكم بنتنا. إذا دار الدنيا كلها ما رح يلاقي وحدة حلوة ومرباية مثل بنتي. هاي لا جماله لعبورتنا فوق المقاييس العالمية ولسه أكثر بكتير، وحفيدتك ديما فينا نقول إن بنت ذكية وقدرت أتعلق فيها لعمورتي يبرني. فتحي عينك يا ناريمان خانم، بنتنا مرباية وما لملعبة، وإذا مالك خبر أنا مربيتها على الأخلاق سمعاني، شو بدها تساوي؟ حبيته لأبنكم؟ حبيته لكان، ليش تسحب أحلى شاب بالدنيا وأكثر شاب غني كمان فوقه؟ إيش هالصدفة اللي ما بتتصدق؟ لك بس تتركوني علي، والله لنتفلع. لا ستي لا، ما عاد بدي أعطيهم، دي ما حفيدتي، ما عاد بدي جوزها لهيك عيلة، ما بدي أعطيها. لا تخلي حدا يجي يحكي معي، مين ما أجا ما حغير رأيي، جوازي ما عاد فيه. سارة شو يلي صار هنيك؟ والله ما لقيناهن غير علقو، انتهى الموضوع. لا مروم شو هالحكي، شو جنيتي؟ ما باخد حفيدتها لهالمخلوقة، قراري محسوم، عرس ما عاد فيه. شو يعني ما عاد في عرس؟ طيب ديما بتعرف هالشي؟ اول ما ترجع بخبرها، راحت هي ونهال حتى تقيس الفستان. هيك حرام حرام، فكري بلكي فينا ما نكون متسرعين هالمرة. انا مالي متسرعة، انا وحدة معاشرة الخلق وبفهم منيح، وحدة من أشكال ناريمان ما بعطيها بنتي، والله بتطالع روحها وبتعوفها حياتها. ناقصنا مين ما أجا ما بغير رأيي، بنتي ما بزتها هيك زتها خلاص، عم قلكن ما بعطيهن. ليكي ستي اسمعي، عمر وديما بيحبوا بعضهم اختي، هلا انت بدك تيجي تنزعي عليهم؟ شو اعمل لهم؟ يي ولك هي وحدة وقحة، كيف بدي زت بنتي هالزته؟ ولي خلاص خلاص، ولي على قامتها هالمرة شو سماوية، ولي ديما طيوبة ما رح تقدر على هالقارحة. لا تقولي لديما رح تزعل. رح قلها، رح قلها أول ما تفوت من هالباب. وطبعا إذا ديما عاملتي لي قيمة بس هالقد أكيد ما بتكسر كلمتي، هالشغلة خلصت عندي، نحن معنا بنات للجواز، بنتي عندي وابنون عندهم.
شاء الله بتقبري قلبي، شكلك هيك بياخد العقل. عجبك يعني؟ بتجنني ديما. بس أنا كتير حاببته لهداك الفستان. عن جد تطلعي شو ظريف. تعرفي شو؟ مثلاً هالموديل مو بتحسيه لشي أميرة اسكندنافية يوم عرسها بتلبسه؟ انتبه علي وحاببته. من بارح ما عم شيل عيوني عنه، حلو كتير. بس بتعرفي شو المشكلة؟ أهل العريس بدهم يدفعوا حقه. ولهيك أنا ما جبت سيرة لنريمان خانم، قلت مو حلوة عيب هيك. ها أي يعني حكيك صح.